الحكم على المدان عبد الغني عبد الغفور بالإعدام شرطا حتى الموت. الحكم على المدان علي حسن نجيب بالإعدام شرطا حتى الموت. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن 15 سنة لارتكابه بالاشتراك القتل العمد كجريمة. الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت 5/11/2006. الحكم على المدان عواد حمد البندر بالإعدام شنقا حتى الموت. الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية. حكمت المحكمة على المدان عبد حميد محمود خطاب بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة 406 فقرة 1 ألف. الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق الماسة مع المحكمة الجنائية العراقية الولية رقم 10/2005 قرار. ثانيا الحكم على قام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات نحن أهلها.